الله معكم اخوتي المستمعين. المسيح قام حقا قام. رح نتابع سوا معكم هالحلقات يلي بنحكي فيها عن كلمة روحية بسيطة هي زوادة لنا كل يوم. عنوان اليوم هو ليش أنا موجود؟ ليش ربنا أوجدني؟ سؤال بسيط بيراود كل واحد منا، أكيد في جواب، بس كل واحد أكيد بيشوف السؤال والجواب مثل كل إنسان عادي عم يعيش عم يفتش عن الحقيقة. الله ما خلق الإنسان حتى يعيش لكم سنة وبس، الله خلق الإنسان للخلود للأبدية. يعني ربنا خلقك حتى تعيش وما تموت. أنا مني صدفي بهالدني، ربنا أوجدك وأوجدني وعنده مخطط إلك وإلي. ربنا فكر فيك قبل بيك وأمك، وأكيد ربنا رح يكمل رعايته إلك ويحميك أكثر من بيك وأمك. ليش؟ لأنه اسمه الله محبة. حياتنا على الأرض قد ما ربنا عطانا عمر ما هي إلا بروفا، تمرين، يعني تحضير لعمل كبير رح يجي. يعني حياتك وحياتي بعدين رح تكون مع الله، مع الله يلي هو محبة وبس. يلي منعيشه اليوم بأي حالة كنا فيها منسميها مرحلة تجهيز، تدريب، منسميها مرحلة تحماية قبل ما يبلش السباق الحقيقي. بدك تعيش 100 سنة، بتعيش أكثر من 100 سنة، فيها فرح وفيها حزن، فيها حب وفيها كره، فيها فقر وفيها غنى، ولكن بالآخر في راحة أبدية. قلبك يوما ما رح يتوقف عن النبض، يعني في نهاية لجسدك وعمرك على هالأرض. نهاية جسد نعم، بس مش نهاية روح. جسدك سميه جسد ترابي، ما هو إلا مسكن وبيت مؤقت لروحك. الكتاب المقدس بيسمي جسدنا الترابي الخيمة، بس جسدك المستقبلي يعني روحك هي رح تكون حي مع ربنا للأبد، الأبدية. نتغنى فيها ونسعالة. شو معناتها؟ شي رح نعرفه على الأبدية بتعطينا شغلتين، السماء أو بين هلالين جهنم. يعني كيف علاقتك مع ربنا على الأرض رح تحدد علاقتك معه بالسماء، يعني بالأبدية. من هيك خلودنا نحن هو مؤكد، لأنه عنوان كبير الله برجع بقول هو محبي. ليش ربنا أوجدني؟ بسألك، الله فرجينا أنه هو محبي وعيشة، هو الغفران وعيشوا على الصليب، هو الفادي والمخلص وعيشن وفدينا وميت كرمالنا وكرمالك. إذا أنا رفضت هالمحبة بكون أنا عم بقتل حالي، عم بقتل روح الله فيي. إذا أنا ما عشت الغفران والمسامحة راح أسمع صوت ربنا بيقول لي يا ابني كنت جوعان وما عطيتني شقفة خبز، كنت عريان وبردان وانت ما عطيتني شقفة من ثيابك العتيقة مكدس بغزانتك، كنت مريض ومسجون وحيد وانت ولا عبالك. شو بدك يكون جواب ربنا إلك؟ ما تنسى العيش مع الله منو كلمة من أولى، بس هي حياة من عيشها. ما في أعبد حالي وأعبد ربنا وقول عن حالي مسيحي، ما في بخريف عمري عبي زيت بمصباحي يلي كان فاضي كل عمري. إذا عرفت قصة ربنا معك وليش أوجدك ولشو ولوين رايح بعدين، أكيد قيم كتير وأولويات بحياتك رح تتغير. أخوتي بالدنيا فيها خسارة وربح، وفي موت وفي نهاية، والموت هو مرحلة انتقالية نحو الله. تعالوا نفكر سوا أخوتي بهالكلمة
ونعيش ونقول حسب رسالة مار يوحنا الفصل الثاني بتقول العالم يمضي وشهوته، وأما الذي يصنع الله المحبة ما لم تره عين ولم تسمع به أذن ولم يخطر على قلبي بشر ما أعده الله لمختاريه. المسيح قام حقا قام. اترك كل شيء واتبعني وأنا أكون لك نصيبا. اترك كل شيء